تلك الأسماء والصفات وشؤونات تلك الذات بتلك الحقيقة الكلية صار روحة جامعة بين كتاب الوجود الحقيقي والظلي فسرت كل ما يرى ونقطة في بسملة حضرات الخمس وأمانات الخمس وعوالم الخمس وجواهر الخمس وتنزلات الخمس من مكات الأزلية وضيبة الأرواح ومدينة الأشباه من هوية السالية إلى سائر شؤون الله وحمدلة تلك البسملات وبسملة تلك الحمدلات وديباج كل المتلزمات وبراءة استهلال كل كتب سماوية وخطبة قرآن إنه وإني أنا وقصة البعيد والمخطوطات وقصة القدرة الإلهية بين قوسي الأزلي والأبدي بنفس الرحماني وأبائي كل هيولة حيث لا عيد وبعيد ولا عيد بلا كيفية ولا عينية ولا مثلية أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد ما أراد القدوالا إيجاد مطلق الخلق بفكرة كفنز المخفي الأزلي بأنوار السموات الوجهية حين تجلى على ذاته بذاته لذاته على ما أراده وقضى بتلك القبضة القبضة حقيقة الحمدية من صفاء بياض فيد مهد نور بعد إذا وجعل له قيئة الظاهرة صورة روحانية
وذلك قبل أن يخلق العالم بثلاثمائة ألف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة. نعم الله. وطلعوا برحمتي ورضا بشفقتي وعظمه بالكرامة وصفى برسالة الأثار البرية وجعل برزيد أجل يقين ولنفسي ارتضى. ثم قضى ذلك النور اثنى عشر ألف سنة في عجاب القدرة القيومية واحدى عشر ألف سنة في عجاب عظمة الله وفي عجاب المنة عشر ألف سنة وتسعة آلاف سنة بحجاب الرحمة الواسعية وثمانية آلاف سنة بحجاب سعادة الله ومكت سبعة آلاف سنة بحجاب الكرامة وستة آلاف سنة بحجاب المنزلة القدسية وخمسة آلاف سنة بحجاب هداية الله وأربعة آلاف سنة بحجاب النبوة وثلاثة آلاف سنة في حجاب الرفعة الكلية وفي حجاب النور ألف سنة وألف سنة في حجاب شفاعة الناجر وفي تلك الحجاب الكلية أرسلت الله تعالى بالسياق المختلفة الجميلة النورانية ثم مكث في مقام شوري بصلاتي لحمية ألف عام بين يديه الله فما كذا في سجودي وفي كل قامتي وجلستي سبع مئة ألف سنة عندي فزين الله تعالى بها المرزانة وفي كل مكارم الأخلاق فلما كمل ذلك النور بهذه الصفات خلق الله تعالى من جهة ثم تجلى له بالعبة الإلهية صار نصفه مع مضافا يرتيد دائما من هيبة الله ثم تجلى على نصف الباق بشبكة الامتنانية وخلق الله تعالى منه كل من العرش الى الفرش كما سترى ثم خلق الله تعالى من ذلك الجوهر شجرة اليقينية ثم صبر على ذلك النور ولها سبعين ألف سنة ونهجا ثم خلق الله تعالى له مرأة الحياة مقابلة لذات شريفة جمالية ويزيد خمس مرات في كل مرأب جمال زورتي شاكرا لله ثم خلق الله تعالى له عالما من نور وصفه الله تعالى في ذلك العالم بسائر أسماء الحسنى حتى مكث في كل اسم ألف سنة جمعيا فنظر الله تعالى إليه بالرحمة والاسم الرحمن وعرق سعيا أنا من الله ثم أخذ تسبيح تأذن الاسم القماري وعرق بيد جميع الأرواح فخلق الله تعالى منه الأرواح الألوية والسفلية فقاموا في ذلك المقام إلى أن يخرجهم الله تعالى إلى عالم الأبدان حيث شاء الله وطردنا نزول في حبيبي أنت ذري ونسرك وأنت نور وأنا نورك وحكم النور فذلك البرية وإنك بك لك إن تخفيك عليك معك عنك إليك متساوق من غيب أمك من مدرك من أجل الخروج منازل سموات أول مروية عالم إلى عالم ومن مقام إلى مقام الأولاك الأولاك والأولاك 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 تارة يعبد وتارة يسجد وتارة يحمد وتارة يطوف بالعرش حامدا بالمعامل سنيا وتم مجدل بين الطينة وعلميا وتارة يظلم وتارة يلمع وتارة يطلق بالإجابة الرابع فلقى وقمة الدرية وإذا تربينا ذلك الكوكب الذي رأيته يا جبريل من بين خلق الله
بعد قبل رأيت قضاء إيجاب قصابة قصم قصم رد قصا قصا المروية قصا رواه جابرون وترجمان كلام الله لا نخرج من تلك الحجب تغرب بعضه بهما بين المشارق والمغارب الكلية وجعل سمائك القمر لعل أرض تغلب نوره على نور الشمس ومحا إلا أنا رجع إلى السماء بجوهرة دينة ضغط الملائكة جبريل موصوفة من الله القدسية وقفت جوج ملائكة الفردوس والرب العظام وعملت الأرجاء كرامات لم تزرق مصر في نهار الجنة وعين السلسبيل تفعل قدرة الغيب والنبي تغرد على ملائكة فتحيكم مثل الشمس سبعين مرة بالنور وطوب بها جبريل فيزب بالملائكة سبلها بكرام الضعيجة إذا نخلق الله من عدم على سهرة أضرات الله فبغض على غريب ونجن يؤمن تسبيحا وتقديد وتمهد مغرة حاجية فقامت الملائكة خلفه صفوفا ينزرونهم ويسجدون لا تعجبون من طلاوة لونك سنا ثم انتقل إلى جبهته فلا طلب ليلة الفطرية وتلك صفوف معه اشتياقا إلى رؤيا فبغض الضبط على الأرض ملا تلوثي أولى بالأسلام النبي والعام الزكية انتقل إلى حواء ثم إلى أول المرسلين من هشيف بعهد الله ثم لم يدع حتى النور وعطوا الأزوار في عالم الشهادة انتقلاني من كريمين إلى كريمة النبي ومن ساجد إلى ساجد ومن نبي إلى نبي ومن خليل الرحمن ومن إسماعيل ذبيح ومن أدنان إلى معدين ثم إلى نذار ثم مدر ثم إلياس ثم مدركة ثم خزيمة ثم كنانة المكنونية ثم نبي ثم مالك ثم فهرين ثم غالب ثم لوهي ثم كهف ثم مرد ثم كلاب ثم قزوي ثم عبد مناف ثم حاشبين ثم عبد المطلب ثم ابن عبد الله وباللهم ربي عظيم ولما تتولى ظهوره الى عالم الشهداء نضي في ادوار السماوات والارض في البشر الكلية انه ينتقل في هذه الليلة الآمنة نور فارتزق الشطر أبوان وضع الكرسي عجبا انتشر الرأت سرور والحبور في الأروية والسفلية وفجت جنود الملائكة تهليلا وتكبيرا لما بعب النزيمات الشوقي على عنوف أرواي لمن الأزلية اشتد على كل العالمين انتظار نور نور طلعت محيا وتبشرت وجوه الكفار ضعف البحر حتى نطقت في عبد مدح الدبة القرشية وصل من بين العالم اقسم انت على ذلك بالله كيف لقد كثرت الامطار وضبت البحار وسالت الانهار ونمت الكفار وزبت الاشجار وطابت الاذهان وتراكمت الثمار ورنمت الاطيار وتصببت الانوار والازهار وزالت الشدة وقامت الديار وقسيت الأرض بعد طولها سياح لنا أخبرية وتحبت الوحشة وصل الأنس وزوراك وصعب الأرض كيف لقد امترت النعم والنعم 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 على كل خلق الله وزام في كل جنة الأبابية كبر الأنبياء الرسل والعواطف الغيبية فما زالت تدمو منادي ينادي ما توقز وقز شهر حبيب وقع إليه يقول حملت سيد العالمين وخير البرية وسميه محمدا لأنه ما زال ولا يزال الحمد لله فبالأمة خلق عظيم فلما نشق كفير طلوع الشمس مهيا مثل ذل في سادة الأبدية من عالم الغيب لعالم الشهادة على كل أسماء الله قد
التي استدار الزمان بموسى أميرة اسم الظاهر والباطن وابتدي لدورة أخرى بين قوس الأولية والآخرية كما استدار وابتدي عند خلق روي من نور ذات الله فتحت لزهور أبواب السماء كلها وأبواب الجنان كلها بالإكرام والتحية وحضرت آسية ومريم وحور الجن وكيف لا قد لبست الشمس يومئذ نورا عظيما فأن طائرا أبيض مسعى بالرحمة بعد سنية وزلعنا العالم والوجه والربوع والفزع ورجال بأيديهم مباريك من فضة وقفوا بالأبواب من جنود شربة بيضاء في علبا وعسل وخرج منها نور أضاء به جميع القرى لا سيما قصور الجامية وسفاج لم يدخل مد بين السماء والأرض وقائل يقول خذوا عن عيون كل خلق الله وكم طيور أقبلت تغطت إلتا مناكيرها من الزمرد الأخضر أنيعت ومن الياقوتة البهية ورجع من عرق ونطيب من الملك الأزبر من طيب العجر وأقيمت ألف عمود من نور وألف سراج من نور وثلاثة أعلام من نبيا علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر بيت الله وحفت الملائكة بيتها وفلئ الحرم طيبا ونورا من الأنوار القدسية كيف لا قد ضام بين المشارق والمغارب يمطر السرور والصفا هو العبور وصول بالوجود المطلق القند المحقق نور المقيم به مغرب بجميع الغارات القدسية تابع الرأس أولى السماء ساجدا I'm
بسم الله
العالمين الصلاة والسلام على رسول الله اللهم يا دائم الفضلين ويا بسيط اليدين نسألك بهويتك الفردية بكل أسمائك الحسنى ومظاهرها وشأنك وشؤونها يا بذاتك وصفاتك وقدرتك الحدية والواحدية بكل ما زار ما بطن في غيب علمك يا الله اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحقيقة الأحمدية المحمدية وبجميع الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء وسيما ساداتنا المجتهدين والمحدثين والمحدثين عن الله صلي وسلم على سيدنا محمد مادة الرحمة الرحمانية والرحيمية عليه وصحبه وعلى كل من حفاه وعدود المقام المحمود والوزيدة والفضيلة والدرجة العليا وعدود هو النبي أفضل الجزء ودود هو جميع ما سألك لنفسي ولكل خلق الله وعدود أنا فلك من جميع الخيرات الدنوية والأخروية وإذن بكرمك مقاري الدرين جميع ما سادك من هو لنفسي ولكل مسوى وعدد يمين انتك حاضرنا غيبنا سرة المستقيم بالأقوال والأفعال والأحوال والنية وعدد على جميع الأوامر ويتنا بكل المناكر يا وانظرينا برحمتك يا قصد ومنام وعطى جمال وجهي فتديمنا في عن القرب وزادة الأبدية وتجعلنا بمنك من الذين أرجونا افتجونا وينصرونا ويأخذونا بالله تقول فانا تقول انا تقول لنا ترتو فانا تغفر لنا بناتك الازلية مغفرة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة يا الله وعلمنا من لدك علوم النقلية العقلية الفتوحية اللدنية وجعلنا من المفردين المتاجرين بذكرك حتى ترطب في ألسنتنا يا الله وأن تهدمنا بنبات جميع أيام دارنا في توفيق القدسية وجعلنا بفضلك من الذين لا يشكى جليسهم ويزعلون ذكر الله وقفنا تحت عتبات العبادة حدود عبودية وكفنا تحت ميزة بفيض نبيك وميزة بفضلك يا الله وتدخلنا في شفاعته وربنا عوضه بيده وجلنا من ربك وجلنا من أصحاب اليمين المتحابين المتجالسين المتزاورين المتبادلين المتناصرين المتناصرين وترم الأمة المحمدية وتغفر الله